يا حلوين، اهلا وسهلا بكم بالقناة وفي فيديو جديد. فيديو اليوم رح اعلمكم كيف تعملوا اظافر بهيدا الديزاين. شوفوا شو حلوين هيدا الديزاين، كتير سهل، بتقدروا تعملوه لوحدكم بالبيت من غير ما تروحوا على مراكز التجميل. بس قبل ما نعمل الديزاين رح فرجيكم طريقة كتير سهلة حتى تطولوا ضوافركم من غير ما تستعملوا اكريليك او اكستنشن. جهزوا لي حالكم ويلا نبدا. فوالا حبيباتي، هيدا كان فيديو اليوم. ان شاء الله تكونوا لقيتوا الطريقة سهلة. اذا عجبكم الفيديو ياريت تدعموني بلايك
وتحطوا تعليقات وتشتركوا بالقناة اللي لسه منه مشترك، وتابعوني على ماي سوشيال ميديا انستغرام وتيك توك. وهلا رح أقولكم باي حبيباتي، ونلتقي فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.